لا توكل على الله. حنا دابا المباشر مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. في هذا الاثناء كيف ما كتبوا معنا موضوع الرقيه الشرعيه اللي غنتكلموا به اليوم، غيكون معنا الراقي المصباحي بطبيعه الحال اللي غنتكلموا على مجموعه من المشاكل. كعرف سي مصباحي هادشي ديال الرقات هاد الايام هادي، يعني ولا المشاكل ولا الناس كيهضروا ولا الناس كتهضر من غير هادشي. هو سي مصباحي بطبيعه الحال غيتكلم على العلاج ديال المس والعلاج ديال الشلل. وقال يعني كيدعي يعني بقدره الله سبحانه وتعالى انه كيقدر انه يعالج مجموعه من الناس اللي كيعانيوا من هاد الامراض هادو ومن هاد المشاكل. هاك اخويا مصباحي تفضل. السلام عليكم اخ كريم، كنشكر جميع المشاهدين اللي كيتبعوا الراقي عبد العزيز المصباحي وكيتبعوا شوف تي في. قلتي لي اخويا هضرتي لي على الرقات، لان الدنيا كاينه فيها كاين شي حاجه سميتها الجنه وكاينه جهنم. يعني ماشي غنقولوا الناس كاملين الرقات خايبين، ماشي غنقولوا كاملين الرقات مزيانين. راه ماشي اي في الرقات، راه في اطباء، في اساتذه، في ناس عاديين، راه في اي حاجه كتلقى انسان واحد مزيان واحد خير، واحد كيجلب الراسو الخير واحد كيجلب الراسو الشر. يعني كل شنو 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 بالنسبه للرقيه الرقات ديال بصح، هادوك الناس كيخافوا من الله قبل ما كيخافوا من 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 من, من, من الناس. وبالنسبه خويا الرقيه، انا كندير الرقيه في جميع الدول على طريقه الواتساب، ما كنعطيو الناس كما كيدعيو هاد الناس كيقول لك لا راه الرقات كذا كذا. حنا ما كنعطيو لا عشوب. انا بالنسبه لي انا كنهضر على نفسي، انا ما كنعطي عشوب، ما كنعطي ادويه اللي باش انت غتقول لي راه ضريتيني في صحتك. انا ما عندي باش غنضرك. انا كنقرا عندك توكان غتقيق، عندك الجن غتسرع. راهم دكاتره وكيعطوك اطباء، انا ما كنبش بلا ما كنطيحو من القيم ديال، انا كنقول لك على الادويه. كاين دكاتره كيعطوك ادويه كداوي حاجه كتمرض لك حاجه. اما بالنسبه للرقيه اللي كنديرو حنا، ما كنعطيك حتى شي حاجه، انا كنقرا عليك عندك توكال غتقيا، عندك الجن غتسرع. باش غنضرك انا؟ باش غنضرك؟ يعني الضرر اللي باش غنضرك هما بعض الناس كيتكلموا. يعني انت قلتي لي راه الرقات، يعني علاش الرقات ولاو كيقول لك راه الرقات نتوما نصابه؟ ماشي حلا اللي نصابه، هذاك اللي كيقول نصاب هو اللي نصاب. لان علاش انا غنثبت لك علاش نصاب؟ هو باغي يترقى فابور. واش انا غنمشي عند مول الحانوت غيعطيني السكر فابور؟ واش انا غنمشي عند الجزار غيعطيني ذاك اللحم فابور؟ وبحال واحد مول الطاكسي قال لي راه واحد السيد في حي الحسني، راه يعني الراقي معروف، يعني انا ما كيجيني ما كنجي، ولكن هذه كلمه حق. قال لي هذاك السيد راه مشيت عندو حسب لي 4000 ريال الحصات ما دار. قلت لي اشري دابا انا جاي معاك في هاد الطاكسي، انا كنت جاي هابط للمدينه. قلت لي انا جاي معاك في هاد الطاكسي، واش هاد الطاكسي مني غنزل واش غتخلص مني او لا غنقول لك راني راقي؟ لا قلت لك انا راقي، اذا دابا انا ما غنخلصكش. وفي سبيل الله وصلني الله يرحمه، قلت لي انا اخويا انا راقي الله يرحم لك الوالدين. قال لي لا ما يمكنش. وقلت لي انت كتقلب على النهار ديالك، ورا هذاك الراقي راه كيقرب كيقلب على نهارو. دابا هما ملي كيتكلموا كيقول لك يعني انه كلام الله. نعم. ما يبيعوش كلام الله، هذا هو اللي علاش كلام الله ما كيتباعش يا اخي حمزه الله يهديك. كلام الله لو كان كلام الله كان كيتباع، راه الله سبحانه وتعالى فاش نفخ في ادم الله الروح اش قال ادم؟ قال الحمد لله الله كرمه وسخر ليه كل ما في هذا الكون واعطاه افضل صوره. في ديك قلت الحمد لله. الناس بقى عندهم عقليه قديمه بالعربيه، داك الشيء القديم باقين كما قال الدكتور فايز ديك العقليه القديمه باقين باغي يجيبوها على الناس. هو حين تيباغي هو يترقى فابور كيقول لك حنا نصابه وحنا كنبيعوا ونشريوا في كلام الله. لا هذه غلط. لو كان كلام الله كيتباع وشري لي انا الحمد لله. الحمد لله شو شحال انت وشحال وازنه عند الله؟ اذا انت اللي شركتي بالله باغي تشري كلام الله. اما الرقات ما كد... عمرك لقيتي شي راقي شي نهار لقيتي كيعبر في القران الكيلو؟ ما عمرك لقيتي شي قران كيعبر في ذاك كيعبر البنادم ذاك سميتو القران في الكيلو؟ هذيك عقليه قديمه. هذوك الناس ديك العقليه القديمه بغي يجيبوها على شوف انت كتعالج كتستافد. انا الراقي كنستافد، عيب عليا الا كذبت عليك او لا نصبت عليك او لا وهمتك. حنا كاين الناس اللي كيعيطوا علينا كيقول لك المصباحي
قول لي الله يرحم لك الوالدين شحال من حصه. كنقول لها اخي الكريم هذيك ما يقدر يجاوبك لا طبيب ولا راقي ولا حتى نبي. لو كون كان الرسول صلى الله عليه وسلم طرحتي على رسول الله هو القائد ديالنا، لو كان قلت لي يا رسول الله شحال انا نحتاج من حصه غيتبرأ منك، لان غيقول لك الشافي والكافي هو الله. اي حاجه بالاسباب، اي حاجه كدور في الدنيا بالاسباب، انت كدير سبب والشافي والكافي هو الله. يعتقد في نفسك راه حنا ما كنعطوك دواء كيمرضك، ما كنعطوك عشوب كيمرضوك. انا كنقرا انت كتسرع، انا كنقرا انت كتقيا. عندك مشكل في النعاس كنقرا عليك كتقول لي تنعس، عندك مشكل مع مراتك الناس اللي كيكونوا عندهم المشاكل كنقراو ديك البركه كيجيب الله تيسير. كاين اللي مفروق مع مراته 6 سنين هو كينعس في بيت وما في دار وحده، هو كينعس في بيت ومراته كتنعس في بيت وعازلين الفراش. كاين المراه اللي كدير ليها العاده الشهريه دائمه، ما كتحيدش منها العاده الشهريه، دائمه فيها العاده الشهريه. علاش هذيك العاده الشهريه؟ هذاك الجن كيبغي يمنعها من ذاك الراجل ديالها باش يطلقها، يشوفها فيها دائمه العاده الشهريه باش هذاك الراجل يطلق هذيك المراه. لان هما اصلا هاد الناس اللي كيهضروا على هاد العالم باقين هما ما عرفوش اشنا هو المس، اشنا هو هاد الشيء ذاك. هادو هما الشياطين الحقيقيين اللي كيهضر عليهم سيدي ربي، لان كيصيفط كيزيدوك تنتحر، كيسبوا لك في قله الرزق، كيكتفوك على الجوال، كيكتفوك على الصاله، كيسبوا لك في الخدمه ما تخدمش. كاين اللي كيكون عنده محل يعني تجاري كتلقى شاريه ب 200 مليون 300 مليون وكتلقى واحد ما كيوصلوش. علاش؟ هذاك الجن كيسد عليه ذاك الباب ديال الرزق باش هو كيعصى الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء ما عارفوش. وكنصح انا اي واحد، اي واحد باغي يهضر يهضر على مهنته. كل من تعدى المهنه ديالو كيهضر على مهنه واحد اخر غدا امام الله غيتحاسب، لان كيقول شي حاجه غلط. انت ما يمكنش لك انت حداد وبغيت تكون صدور وبغيت تكون قباص، ما يمكنش لك تكون قباص وبغيتي تكون تريسيان. كل واحد كيهضر على المهنه ديالو. دابا وزير، دابا غنقولوا شي وزير ديال الفلاحه ولا وزير ديال شي حاجه كيبغي يطبق شي قانون، راه ما كيطبق ذاك القانون، حتى كيعيط على المهنيين يستشر مع المهنيين وكل كيعطي رايه، هذا كيحط ذاك القانون. ومن كيحطوا ما كيحطوش غلط، كيحطوا في بلاصتو صحيح. انتوما بعض الناس ولا واخا شي ماشي المهنه ديالو ولا باغي يعرف كل شيء وباغي يفرض، ولو انه غلط ذاك الغلط ديالو كيبدا كيوهم الناس. انت رمت كتكتب هذاك كتقول هذو الناس رقاب راهم منصبه، شوف امام الله هذيك الكتبه اللي كتكتب، انت كتكتب وربي كيكتب، انت كتكتب وربي كيكتب. امام الله غتسال على داك الشيء اللي كنت كتقوله. وبالنسبه لخوتي انا كنرقي في اي دوله، في اي دوله في العالم. شكيتي راني داير 7 دقائق، غدير الراقي عبد العزيز المصباحي وغتفرج في هذوك 5 دقائق ولا 7 دقائق وشوف انت اشنو غتحس. وإلا ما حسيتيش انت جرب في العائله ديالك. واش الانسان مني كيقول لك فلان جرب بهذوك 7 دقائق ولا 5 دقائق؟ يعني انت خاصك تكتب الراقي نصاب، علاش انت خاصك ترقى فابور؟ وراه ما كاينش شي واحد اللي غيرقيك فابور، راه غيرقيك فابور ذاك اللي غيبيك يبيع لك العشوب ب 3000 درهم وغيبيعهم لك ب 4000 درهم. هادو هما اللي كيقول لك في سبيل الله وكيدق لك البرا في جهه اخرى. حنا ما كنكذبوش وما كنوهموش، حنا كلمه الحق غنقولوها في الدنيا وغنقولوها امام الله. الرقم صباحي الرقم بالنسبه للرقم اخويا 06 34 18 10 95. حنا رجعت عندنا السيده ما كتشوفش الغد اللي قطرتها الزيت مرقي، انا نعطيك زيت الربع ديال الرابعه رقيه احسن من 3000 درهم ديال العشوب، احسن من 3000 درهم ديال اللي كتمشي كتخسرها عند طبيب، عند دواء وانت ما عندكش المرض ديال طبيب، لان المرض ديال الطبيب كيتشابه مع المرض ديال الجن، والطبيب كيدوخ، الطبيب براسه كيدوخ في المرض ديال الجن، كيكونوا الاعراض متشابهين. عندك العلاج ديالك فين كيكون؟ اما كيكون عند الراقي واما كيكون عند الاطباء. انا الا كان عندي المرض ديال الطبيب راني كنمشي للطبيب، والطبيب الا كان عنده المرض ديال الجن راه كيتوجه للراقي بغاو ولا كرهوا.